أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الجمعة في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة. واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج على مدار ثلاثة أيام للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور. تتوجه الانظار غدا الى جموع المصريين المقيمين بالخارج حيث موعد التصويت في الانتخابات الرئاسيه، وتبدا في العاشره من مساء اليوم عمليه التصويت في دوله نيوزيلندا لتكون اول دوله تبدا عمليه التصويت بها للمصريين بالخارج، وتجرى العمليه الانتخابيه خارج مصر في 137 سفاره وقنصليه في 121 دوله حول العالم، والتي صدر قرار مجلس اداره الهيئه الوطنيه للانتخابات برقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، عملية التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج تستمر على مدار ثلاثة أيام هي الجمعة والسبت والأحد، هذا وقد أنهت السفارة والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم والقيم. الوطني الذي كفى له لهم الدستور وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت كما اعلنت معظم السفارات عن مقر اللجان الانتخابيه الفرعيه التي تتواجد في مقر السفارات والقنصليات واهابت بابناء الجاليات المصريه الادلاء بواجبهم الوطني للمشاركه في التصويت مع التذكير بضروره حمل جواز السفر المميكن او بطاقه الرقم القومي حتى يتسنى للجنه الانتخابات الفرعيه التاكد من تمام تسجيل الناخب بقاعده البيانات ومن ثم احقيته في الانتخابات حتى يتسنى للجنه الانتخابات الفرعيه التاكد من تمام تسجيل الناخب بقاعده البيانات ومن ثم احقيته في الانتخاب